السلام عليكم شيخ وشيخ شيخ وعليكم وعليكم حسين وقناة حسين سكاي. اليوم راح نلعب أمونج أس. شباب شنو القصة؟ المقطع اللي نشرته ذاك ليش ما قلتوا لي؟ ليش تخلون لايك يا أخي؟ دونت لايك يا أخي. ليش فأقول ليش الساقلة؟ إذا ما عجبك الفيديو قول ما عجبني يا أخي. نلعب أمونج أس اليوم سويها فتقات الواحد لتقاتل ايه عطل قاتلين. خلنا نلعب طبعا شباب هاي شنو كم يوم يعني عدل الاعدادات. طبعا شباب هاي الاعدادات شرحتها البارحة اللي ما شاف ذاك الفيديو اللي ما شاف الفيديو خلوا يشوفها. زين الاعدادات احب هيك شي لا مو صفر او اقول فيها صفر وسرعة اللاعب والرؤية يا ابويا شنو قصة الماب مقلوب كله بس الرؤية نخلي مالت الامبوستر زين او اقول لك اثنين زينات على مود كل شي راح يشوف سواء طلعنا امبوستر او لا. يا الله منصرتو يا معودين. طبعا انا اسوي مهمات قليلة شوف شباب هذين الازرار الاربعة هذني هذا الاول الثاني الثالث والرابع هذني شنو هذني يتعلق بالمهمات اذا تصفرون اخر شيء كلها تنسوا ناقص اخر شيء صار مهمات قليله يعني كل واحد مهمه واحده ونادرا جدا نادرا يصير مهمتين كلش نادر بس المهمتين المهمه الثانيه تنتهي بضغطه واحده هاي اللي تقلب السويتش ما شلون هاي يبدي. طبعا شو هذا تلعبون وياه قولوا لي بالتعليقات فلان ساعة أنا مدى هصوره وألعب. هاي ليش تطلعون الناس؟ أوه ماي جاد عندي حظ ماسوني كل ما أصور أطلع المجرم الله أكبر. طبعا هالشباب حظ ماسوني بيكم يعني كل ما إيش اسمه وطلعت مجرم لا يا حظي بعدني ما دستها عشان شوف سامي مودين صحابي أكيد ما كتلوا ها واحد اثنين طلعوا قول هو بعدنا كل شيء ما قلنا لا يكون هاك لا يا أثول هاي أنت لا يا حظي نوت مي مو أنا يا حظي يا قندرة لايت بلو غلط ولك طلعوني لا يا قندرة يا خرا ما بيك حظ يا وصخ يا وصخ رد طلعنا يريد يظل واحدة بالجيم الوصخ والله ما ظل شيء ترى بس نقتل كم واحد وخلاص. هاي ليش بدي اقتل لا يا حظي ما اقتل هذا الوصخ اللي اسبلوه هذا كل الشباب فزنا انتصار خرافي طيب حظك والله يا لايت بلو يا نعال يا وصخ يا ما بيك حظ هايام هياني ايه يمي دا اضرب برجلي طبعا شباب راح نلعب جيم ثاني. هلو هاي شنو هاي واي ما شو قال لا انا اتوقع راح نخسر مثل ذيك الحلقة. على كل شوف مهمتنا شو شباب مهمة واحدة ايش قاعد حلو يا اخي هيجي مهمة واحدة سهلة ايش معنى مسهلة يعني مو بس اسمه مهمة شو شباب خلاص هاي اول واحد سويت مهمة شغل الضوء شوفوا شباب ما نقص الضوء هلو هاي مين كان يمكن بربل خلنا نقول بربل سيقول بلاك مان براون هاي بربل هاي شنو هاي قول براون والله خو اذا ما طلع هذا نطلع البراون مو لا يهمك إذا ما طلع البربل نطلع البراون ولا يهمك طلع عن البربل والله براد
اسمع شيار. ها اوه موجود، الله اكبر عليه الله اكبر عليه. شباب سووا مهمات بلا زحمة بلا زحمة. نفتار ما عندنا شيء، انا مسوي مهمتي وخلص. عشان هاي شو بساعة سووا الضوء وخلصوه بهاي السرعة الضوئية؟ ايش صار؟ الو ها شو خط المهمات شو ما ايش صار بقفل هذا وراح قتلوني. سووها يا اخي. 2 6 2 7 6 يا وسخين ما تسووها يا وياي. ما عرفها طبعا، لازم نسويها بعدين نسوي. اه كافو كافو. يا ابيض يا وسخ، هاي من كشف جثتي؟ الله اكبر عليك. ان شاء الله يعرف سمي، يعرف خاف ما يعرف. والله اتس بلو، هو البلو. من اقول لك البلو؟ بلو بلو امسو ما شفته. طيح حظ البلو تطيح زين. لا تقرين ليش الصوت على هذا، هو يفتهم احسن منك يا وسخ. لا يا حظي لا يا حظي. شنو هاي نصيب ما طلع يا اخي؟ بس امسى مهمه. شنو هاي؟ وين وين الوايت وين الوايت؟ يا لا لا وايت 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 وسخ. اخ لا شباب مع الاسف راح نطلع. ولهنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى استمتعت. استمتع خلي لايك واشترك بالقناة اذا كنت ما مشترك، وفعل زر الجرس واترك لنا تعليق اي شيء، حتى لو تعلق شيء واحد وتطي بس علق. وبس مع السلامة.